يسعدني أن أزف إليكن أحر التهاني وأخلص الأماني بمناسبة حلول العيد العالمي للمرأة الذي تحتفل به نساء المعمورة قاطبة. وقد اختارت بلادنا الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي للمرأة تحت شعار المرأة الجزائرية عمل وإبداع، للإشادة بالمساهمات المبدعة والمتميزة للمرأة الجزائرية في بناء الدولة الجزائرية الجديدة والحفاظ عليها وصيانتها عبر كل الحقب التاريخية التي عرفتها بلادنا. ولن تفوتني الفرصة لأقف معكن اليوم وقفة التقدير لمستوى الوعي السياسي والشجاعة اللذين تحلت بهم المرأة الجزائرية في الهبة الوطنية التاريخية السلمية، وعلى وقوفها جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في الدفاع عن البلاد ضمن مسار التغيير السلمي الديمقراطي لبناء الجمهورية الجديدة التي نحن بصدد وضع أسسها من خلال إعداد دستور وطني توافقي يقطع بصفة جذرية مع ممارسات الماضي ويعطي لكل ذي حق حقه في إطار دولة قوية وعادلة وديمقراطية. أيتها الأخوات الفضليات، إنه ليسعدني بهذه المناسبة الكريمة أن أعلن عن إنشاء الجائزة الوطنية للمرأة المبدعة الموجهة لاحتفاء سنوي بالنساء الجزائريات المبدعات المتميزات في كل المجالات، اعترافاً بجهودهن وتثميناً لإنجازاتهن وتحفيزاً لهن على شق طريقهن بكفاءة وجدارة في شتى المجالات.